ننتقل إلى مدير عام شركة ستاتستيك لبنان وناشر موقع لبنان فايلز. أهلا فيك أستاذ ربيع الهبر. أهلا، صباح الخير. صباح الخير. أولا قراءتك السياسية حول نصاب اليوم، وهل نحن مقبلون برأيك على فراغ رئاسي وبالأرقام طبعا؟ نعم، نحن مقبلون على فراغ رئاسي، وهذا الفراغ يعني شايفينه من زمان. هكذا المجلس النيابي سيؤدي إلى فراغ بالطبع، لأنه المجلس مقسوم عموديا وهناك كتلة من 13 نائب تغييريين. قرار يعني اجى بالنص، لم يكن لا مع ميشيل معوض ولا مع الورقة البيضاء، وهذا مزيد من الانقسام. نعم، يعني نحن الواضح انه نحن ذاهبون الى فراغ، وفراغ طويل جدا، لانه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية هي مشغولة بغير قصة لبنان. ما فرقنا بقى مع لبنان، ولا رح تعمل أي جهد كرمال لبنان. سينتهي الجهد الغربي مع قصة ترسيم الحدود البحرية، ومن هون رايحة اللبنانية دبروا حالها. نعم، الأسماء المطروحة اليوم مثل النائب ميشيل معوض، أو إن كان ليس بالأسماق ورقة لبنان أو الورقة البيضاء، كيف رح تكون بالنسبة لك بتوقعاتك اليوم النتائج؟ النتائج رح بتكون شو ما كانت النتائج، كان أخذ ميشيل معوض 36 أو 40 أو 45 صوت، نحن بعد ما مطرحنا، وإذا عطيوا 63 أو 62 ورقة بيضاء نحن مطرحنا كمان، وإذا عدوا 13 ورقة كتب عليهم لبنان أو كتب عليهم غير شيء كمان نحن مطرحنا. الأكيد أنه الأرقام لن تغير أي شيء في هذه المعادلة. الأكيد لا أحد قادر على حسم الرئاسة، ولا أحد قادر على ملء الفراغ. الفراغ سيستمر، ونحن ذاهبون في طريق متعثر. اللهم إذا صار في أن نحكم بالربع ساعة الأخير، شيء اللي أنا بستبعده، يعني مع هيك التشنج بالمواقف والتطور بالمواقف والتطرف بالمواقف ودرجة الحقد الكبيرة بالبلد، نحن رايحين إلى مدير من الفراغ، والفراغ سينتج فراغات. وتذكريني شو عم قلك. نعم أستاذ ربيع، المعلومات تقول أنه 85 نائب وصلوا حتى الساعة إلى مجلس النواب، يعني فعليا سيؤمن النصاب. ماذا عن قراءتك في هذا الموضوع؟ تأمن النصاب، ولكن هذا النصاب تأمن أو لم يتأمن لم يفضي إلى انتخاب رئيس. نحن أمام مشهدية تتكرر من جلسة إلى أخرى، والجلسة اليوم في حال تأمن النصاب، يمكن بعد بنا كم نائب بتأمن النصاب أو تأمن النصاب أوريدي، نحن أمام مشهدية أنه نؤمن النصاب وفي الجلسة لا يتم انتخاب رئيس، لأنه بحاجة ل 85 أو 86 صوت، وبالنتيجة سندعو إلى جلسة أخرى وتتكرر الجلسات حتى نصل إلى أنه بطل حدا ينزل على الجلسات، وننتظر ما سيكون هناك من تسوية خارجية تنقذ هذا البلد. ماذا حول سلة الأسماء أستاذ ربيع التي طرحوها نواب التغييريين؟ النواب التغييريين طرحوا سلة أسماء، ولكن نعم، هذه السلة ما لم يطرح اسم واحد لن يكون هناك بحث فيها. فيها نطرح سلة، إذا رفض من أي مبدأ، أنه إذا رفض اسم بيشتغلوا على اسم آخر، وإذا رفض الاسم الآخر نشتغل على اسم الثالث والرابع والخامس إلى آخره، ولكن هذا ليس حل. الحل يأتي ب يعني الكل يخففوا من شروطهم ويخففوا من فكرة التحدي الآخر. يعني يجب أن يكون هناك توافق كبير لإنقاذ البلد بأسماء مش هالقد نافرة، وتكون الأسماء مقبولة من الجميع. يعني نروح نفتش على أسماء مقبولة من جميع الأطراف لحتى يكون في عنا رئيس لتمشي السلطات الدستورية والمؤسسات الدستورية. ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية لن تستوي الحياة الدستورية في لبنان. يعني نحن بحاجة إلى مجلس وزراء، ولن يكون هناك مجلس وزراء ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية. منبلش بالرئيس بفاكتو، منروح منكلف شخص يألف حكومة، ومن هونيك ورايح منكون أمام بلد يسير بمؤسسات دستورية
وبننقص بعض منا المرافق العامة والمؤسسات الإدارية، لأنه نحن اليوم في حال انهيار بالمرافق العامة والمؤسسات الإدارية. فينا نشتغل بشوية كهرباء من هون، حدا ينكرم علينا بشوية فيول من هون حتى ندور الكهرباء، ولكن المؤسسات الإدارية بحالة شلل كام وتام، وهذا يؤسس إلى صوملة لبنان. أنا خايف من صوملة لبنان، يعني يروح البلد إلى مزيد من الفوضى، مزيد من المطارح الأمنية، الخاصة صاروا 87 نايب هلأ بالبرلمان. 86 سبعة هلأ أجا وصل أحد النواب بعتقد صاروا 87 إلى مزيد من الفوضى داخل البلد وإلى عدم استقرار بالحياة السياسية. طيب استاذ ربيع، السؤال الاخير، حضرتك عم تحكي عن توافق وقدي مهم اليوم التوافق بين الكتل. طيب هيدي الصولات والجولات والاجتماعات بين الكتل، وشفنا اجتماعات جانبية، وخصوصا نواب التغيير، يعني قد عملوا توافق، ما اثر هيدا الموضوع؟ ما ادى لنتيجة ولا باي شكل من الاشكال؟ أكيد لا، لأنه في ناس عندها إرادة إنه ما عندها إرادة إنه تنتخب رئيس. يعني في إرادة بالفراغ، إرادة الفراغ أقوى من إرادة ملء الفراغ أو إنهاء الفراغ. هيدي رقم واحد. رقم اثنين، بالسنة 76 عندما انتخب الرئيس إلياس تركيس، انتخب بأبشع ظرف بلبنان، كان ما في انحلال كامل للسلطات المركزية بلبنان والجيش مقصوم، وهيدا بس انتخبنا رئيس. ليه؟ لأنه في محور رشح الرئيس إلياس تركيس، وفي محور ثاني رشح الاستاذ ريمون قدي بوقتها، ورفض المرشحين. نحن اليوم لازم يكون في عند الطرف الاخر كمان مرشح مقابل ميشيل معوض، ساعتها بنروح وبننتخب رئيس. ما لم يرشح الفريق الاخر، ما لم يرشح الفريق الاخر شخص للرئاسة، لم نكون قدام انتخابات. يعني الانتخابات بشخص واحد، الفريق الثاني بقاطع، والمجلس مقصوم. الأهم يرشح الفريق الآخر، ونروح ونخلي الاجتماعات مفتوحة جلسة ورا جلسة، ونكون جديين بهذا الموضوع. مش نعمل أول جلسة وعارفين طايرة وكل واحد بيروح بفل عبيته بتاني جلسة. يخلوا الاجتماعات مفتوحة، الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية. نعم، شكرا لك المحلل السياسي. وبدي اقول لك انه هلا نعم مجلس النواب هلا بده يعقد الجلسه، لانه اكتمل النصاب، وستفضي الامور الى عدم انتخاب رئيس، وكل واحد بده يروح على بيته وكأن شيئا لم يكن. وهي حفله الفولكلور اللي بنعملها بمجلس النواب، بكفي نضحك عنها. شكرا لك ناشر موقع لبنان فايلز الاستاذ ربيع الهبر على هذه المداخله.